السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. عود لا والعود أحمد. الله يحفظكم ويبارك فيكم أسرة إلياس نيوز تي في، وجمجموا ولا تخمموا، بارطاجيو على أوسع نطاق إخواني وأخواتي. ما نطولش عليكم، غادي ندخلوا اليوم عندنا 4 ديال الفقرات مهمة جدا كالعادة وبطريقتنا المعهودة. إذا غادي نبداو الإخوة والأخوات بواحد المسألة اللي كيعرفها المغرب قاطبة الآن، لم تعد يعني سرا على أحد. شنو هي هذه المسألة هذه؟ وهي الجزائر الجارة ديالنا، واش ما كنتسألوش علاش وشنو هو السبب، خاصة من بعد الإنجاز ديال كأس العالم، ولا العداء ديالهم يتزايد ويتصاعد يوما بعد يوم. شفنا كامل شنو وقع في الشان عند اللي ما عندهم شان، ولكن دابا وزير جزائري، شوفوا معايا وغادي نشوفوا المقطع كيفاش كيهاجم الشركة السعودية تبوك اللي هي يعني فوسط كاينة في الجزائر. بسبب ماذا؟ بسبب الصحراء المغربية. الشركة ديال تبوك، قبل ما نشوفوا المقطع الله يخليكم، شركة سعودية خاصة بالأدوية ودايرة يعني تصنيع ديال الأقراص والكبسولات وكذا إلى آخره في بلاد الذل والهوان والعار. هاد وزير الصناعة هذا جاء عندهم باش يلقي عليهم شي كلمة، أو وصلات التنقنيقة والتبرقيقة على أن سواعدة تما دايرين الخريطة ديال المغرب كاملة مكمولة من طنجة إلى القويرة. نشوف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون كيفاش تهجم عليهم وكيفاش هضر معاهم بحال كيهضروا الكبرانات مع دوزية محلوف. نشوفوا المقطع ثم نعود. الوقفة هذه في المصنع شركة تابوك، ثم مشكورين على الجهودات اللي قايمين بهم. أول ملاحظة، صحوا لي الخريطة، الخريطة لازم تتصلح بسرعة. راكم في الجزائر وموقف الجزائر انتم تعرفوه، مقابل ما بين المغرب والصحراء، تبع الصحراء الغربية. بحال الا خدامين عند بوه في الكوري، في الاول اشنو قال ليهم؟ قال ليهم خصكم ديروا الخريطة ديال المغرب، يعني الصحراء الغربية زعما البوليزاريو او ما هذا الوهم هذا اللي عندهم، لان الصحراء المغربية في مغربها وهم يعلمون هذا، يعني قبح الله سعيهم. ديروا لانكم كتعرفوا السياسة ديال الجزائري، كتقولوا انتم ماشي طرف، يعني واخا هي هذه من اكبر الكذبات على وجه الارض، انتم ماشي طرف وانتم غير وكذا وتصفية الاستعمار، وحنا جايين لتصفية الاستعمار بعد قليل. اذا سواعد الاخوة والاخوات شنو هو الموقف غادي يكون ديالهم اللي شافوا هذا الحيوان كيهضر معاهم بهالطريقه هذه وكيامرهم بهالطريقه هذه؟ والسواعده راه ماشي هما ولاد كراغله، باش يكونوا واضحين، راه كيف ما كان الحال، راه عندهم الا قالوا النيف، عندهم النيف السواعده، عندهم عرفتوا شنو الجزيره العربيه، واخا فهمتي واخا ياكل مع بنادم الرمله، عاد غادي يجي واحد اللي ما عارفش لا بواه ما عارف لا جدو، وغادي يهضر معاهم هكا ويقول لهم عاد زاد من الفقره ما خدامينش مزيان. قال لهم كاين الدواء ديال السكري وديال بعض الامراض، قال لهم راه انتم راه يعني مقصرين. فهاد الاهانه هادي للسواعده اللي خدي على الاصحاب او العاملين على الشركه او في الشركه. اما بالنسبه للصحراء المغربيه راه ما هان والو، راه كما قلنا راه واحد حمق، الواقع ها هو الصحراء في مغربها والسيادة الكاملة على صحرائنا، والصحراويون خوتنا عايشين معانا ومنا وإلينا، وحنا واحد فحال بري بلوس جوج في واحد، ما كاينش يعني الفرق، ما عندك ما تعزل هذا من هذا، واضح مزيان لهنا. ولكن إذا ظهر السبب بطل العجب. أنا بغيت نسولكم مشاهدينا الكرام، ملي تشوفوا هذه الصورة ديال وزير الصناعة الصيدلانية، أنا ما غادي نعلقش عاود، الصورة مني ومنكم التعليق، شوفوا معايا هذه الصورة مزيان، وغنطلب من السيد المخرج باش يكبر الشاشة، أنتم ما عليكم غير طلقوا البشاشة وقولوا لي علاش كيشبه ليكم السيد الوزير. اكتبها ما تخاف والو، ما تخاف ما تخلع، يعني غير كتب، علاش كيشبه لك بكل واقعية وبكل حيادية. ولهذا قلت لكم إذا ظهر السبب بطل العجب. غادي نمشيو لاخر خبر في هذه القضيه هذه
اللي هي مستفزة واللي كتخلينا ولو نبغي ونقولوا نتقاربوا وكنديروا الممنين يدوز، ولكن أمثال هؤلاء يؤكدون هادو كمسؤولين. شفنا هادوك في الملعب داخل الملعب اشنو كيقولوا، راه المروكي كذا عطيه البنان الى اخره. عاوز التصويره اللي خرجوا واحد عدد كبير مما يسمى بولاد الكراغله قدام التيران ديال مانديلا، انتم تقدروا تشوفوا الى كياكلوا البنان. صدقوا على ان المغرب ما عندوش البنان، وحنا البنان عندنا بخمسه دراهم فين ما مشيتي. اكثر فاكهه منتشره في المغرب في دروبها وازقتها واسواقها، إلا ما نقول في حمامة وفي الماء، هو الموز البنان في أي بلاصة. وهادشي هذا كيعرفوه كاع المغاربة وكاع اللي هما كيجيو للمغرب. والبنان ديال بصح الموسكة، والله إلا الموسكة قسما بالله كنشريوها بخمسة دراهم ستة دراهم، عطاه الله هنايا موجود عرفتي راه ما عليناش. فهما صدقوا هاد الرباعة ديال القرودة، صدقوا وخرجوا حتى هما بحال زعما راه كيغيضونا زعما كيشهيونا زعما بالبنان. وهذاك البنان اللي عندكم تما حنا كنعرفوا داير عندكم تما الثمن مضوب لواحد 20 مره بالنسبه لي. والوزير وزير وزير جزائري راه في التلفازه طلع عندكم قال لك 30 سنه ما كلا البنان. باغي نقول لك حاجه تسمح لي، انا حتى درت 30 عام باش اول مره كليت البنان، صدق او لا تصدق. حتى دخل في هذا الشيء السياسه ديال خاوي عامره، وشفنا يعني استطلاع رأي واستجواب الكثير من المواطنين الكرغوليين، وكيقول لك كاين اللي عام كله ما كياكل ولا وحده، كاين اللي كياكل وحده، كاين المهم جداتكم والى اخره. حنا كنعرفوا الاصل ديالكم، كنتوا واحد الوقت في ايام الاتراك والفرنسيين كتاكلوا البنان، البنان كان موجود عند مواتكم وعند جداتكم، انا كنقصد هاد اللي كيهينونا كاملين بدون استثناء. فكتعرفوا كانوا البنان غير هو عن اي طريق كان كيدخل البنان، واش عن طريق الشرق او الغرب، فسولوا جدودكم الى كاتبين شي تاريخ على هذه القضيه هذه بالضبط. المهم على كل حال غادي نبقاو في الاخر حاجه قلنا بالنسبه للممثلين ديال الشركه السعوديه تبوك. الجزائر بسبب وضع الشركه خريطه المغرب كامله من طنجه للقويره، شركه تبوك السعوديه للصناعات الدوائيه تنسحب، هذا هو اللي استر لي، تنسحب من الجزائر. قالوا لهم ستوب، قالوا لي ستوب 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 يا شيخ يا ستوب، توقف توقف يا رجال توقف يا حمار يا حمار ابن حمار حفيد حمار. هاد حفيد ما كيناش، هادي راه ماشي انا اللي قلت، شمس الدين الجزائري اللي قال كاين 8000 دار ديال داكشي اللي على بالكم غير في الجزائر العاصمه بوحدها، وهادشي قال 4 سنين هادي، بمعنى دابا 16000. وتصوروا معايا قال كي مع الدورات كيلقاوهم هكا صغيورين الطروات ديال الزبل، وكيلقاوهم في الكوانات وكذا، ولاد الشينوا والكوريين والفيتنام. هذا واقع، هذا المفتي ديالكم الشيخ ديال هو اللي قالها باش تفهم، بمعنى باش يقلب هذا القرد هذا على جدو صعب جدا، صعب باش يلقى جدو. المهم السواعده ما سكتوليش وقال لك غادي نسحبوا من الجزائر. اذا ترفع هاشتاغ اليوم في شبكه التواصل الاجتماعي في عده صفحات ومن طرف كثير من الناس، كيقول لك نرحب بشركه تبوك في المغرب، مرحبا اهلا وسهلا يا مرحبا، شو حالكم ان شاء الله عساكم طيبين، يا مرحبا اخواننا في السعوديه السعوديون، مرحبا بكم شركه 2 3 4 كل شيء الحمد لله بخير، عساكم طيبين ما شاء الله عليكم ان شاء الله. المهم صافي هذه الرساله دازت ان شاء الله الامور، مرحبا و100 الف مرحبا، حنا راه ماشي بحال فهمتيني ولا لا. المهم غنمشيو دابا الاخوه والاخوات وغير بعيد على داكشي اللي وقع في ملعب مانديلا من طرف ولد اخت مانديلا المسترزق هذا اللي قال لك سافر تاجا لقى مرتو حامله من خوه شي مصايب كنقرا هاد اليومين، وعنده قضايا قدام المحاكم بالنسبه للبنات اللي مهم مسخ ديال الغلا، واحد اوسخ منه ما فيش، واحد حله الزيتي من قاع الطارو ديال فهمتيني، وجابوه شوفوا لمن هادو ولاد الكراغله ولا مجيدو السوطه ولا هاد ولاد الشنقريحه الوطواط، ولا شوفوا لمن كيجيبوا، الا جبتوا بعدا جيبوا لنا شي حاجه اللي هي تشرف. اما نتوما شفار في حالكم، مستخف في حالكم، لاقيت في حالكم، غادي نجيبوا نتوما غادي زعما راه ويدعو لقتال المغرب والمغاربه اللقطه ربما راه كاملين سمعتوها. المهم جمهور الرجاء البيضاوي أعطاها واحد الصفحة يعني لطيفة وظريفة من بعد تصريحات المسيئة اللي ساء المغرب، قالوا ليه يعني هزوا لافتة بالإنجليزية اللي غادي تشوفوها كاملين مع بعض، كيذكروه على أن هناك أقدم مستعمرة في جنوب إفريقيا، هذيك هي اللي خصك تهضر عليها
مستعمرة كاينة فين؟ في جنوب إفريقيا. الناس البيض، ناس قدام تما، عندهم العملة ديالهم، عندهم العالم ديالهم، عندهم كل شيء ديالهم. هادوك الناس كيطالبوا بالاستقلال وما كيعترفوش بجمهورية أو دولة دي جنوب إفريقيا، كيعتبروه محتل. ففي اللافتة قرأوا معايا ليتل مانديلا، ليتل يعني مانديلا الصغيرة مسترزق، ليتل مانديلا: The only colony left in Africa is Orania. The only colony left in Africa is Orania. هاد أورانيا كما قلت لكم عندها العالم الخاص وعندها العملة الخاصة وعندها، فهذه هي اللي خصك تهضر عليها. وأكثر وأكبر من ذلك، ماذا هو؟ أنت جيتي كتهضر من فوسط قسنطينة، وما جمهورية القبائل منك ببعيد، أقدم مستعمرة في إفريقيا حقيقة واقعا تاريخا. إذن بأي كتاب أم بأي سنة تتكلمون أيها الأقزام وأيها المرتزقة؟ كنهضر على الكبرانات وكل من على شاكلتهم وكل أتباعهم بدون استثناء، يعني اللقطاء والجبناء فكلهم. فجمهورية القبائل، جمهورية القبائل هي اللي خصنا نهضروا عليها. أنا كنظن وكنقولها مرارا، يعني علاش غادي ما نساندوش جمهورية القبائل الشقيقة، جمهورية القبائل اللي هي صاحبة الأرض، 12 مليون ديال المواطنين والمواطنات القبائليين. ولكن تنتم الله يخليكم إذا كتصنتوا كتبوا لنا في التعاليق واش قابلين على أننا نساندوكم. على الأقل كنهضر حنا كشعب، حنا كناس، حنا ك... يعني كنشوفوا أننا نساعدوكم نعاونوكم فعلا مادام أنتم معانا. والسيد فرحات مهني رئيس الجمهورية يلا مؤخرا كيساند المغرب في هادشي اللي تعرض ليه من طرف الاحتلال الجزائري داخل الملعب. إذن هناك الإخوة والأخوات أنباء عن تواجد منتخب جمهورية القبائل الشقيقة كضيف شرف لحضور حفل افتتاح كأس العالم للأندية، ويترأسها السيد فرحات مهني رئيس البلاد، وقد يلقي كلمة افتتاحية: مرحبا في بلدكم الثاني المغرب. إذن الإخوة والأخوات، هذا الخبر راه ما كاينش شي حاجه رسميه، ولكن في شبكه التواصل الاجتماعي كيقولوا هناك نقنقات على ان هذا الشيء قدر يكون. نفرضوا اذا كان الاخوه والاخوات، هل ترحبون باخوانكم ديال جمهوريه القبائل؟ واش نتوما مع استقلال الجمهوريه نعم ام لا؟ واش نتوما مع فرحات مهني يلقي الكلمه الافتتاحيه من بعد 11 و12 يوم في المونديالات وكاس العالم للانديه داخل المملكه المغربيه الشريفه؟ نعم ام لا؟ اذا هذه اراء نتداولها، وحنا من خلال التعليقات ديالكم غادي نشوفوا واش فعلا نتوما باغيين جمهوريه القبائل تستقل ام لا. حنا شفنا السيد عمر هلال ممثل المملكة المغربية في الأمم المتحدة قالها بكل وضوح: جمهورية القبائل أقدم مستعمرة في إفريقيا. فهذه حقيقة، غنخافوا من شي واحد؟ دخلت عليكم بالله واش حنا ولاد المملكة المغربية يعني المتجدرة في 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 جذور التاريخ أو في أعماق التاريخ؟ حنا نشوفوا الحق زعما ونسكتوا عليه؟ على الأقل نتكلموا، نتكلموا، ما نقولوا انت شي واحد شنو يدير او كيفاش يدير، ولكن لا بد ما نصدحوا بالحق. كشفت صحيفة نيويورك ديلي تايمز على ان الرئيس الامريكي اعطى التعليمات ديالو لوزير الدفاع الامريكي لويد اوستن. شنو هو الموضوع الاخوة والاخوات الكرام؟ الاوامر قال لك في شروع بناء قاعدة عسكرية امريكية صناعية ضخمة بالمغرب، احد اقوى الحلفاء بالقارة الافريقية بالنسبة لامريكا. ويرشح المراقبون والخبراء والمتتبعون مدينة الداخلة لاستضافة هذا الصرح الصناعي العظيم، الصرح الصناعي العسكري الامريكي في المملكة المغربية. مرحبا اهلا وسهلا بالاشقاء الامريكان، انتوما واللي جا معاكم مرحبا اهلا وسهلا بالجميع، ما عدا بني كرغول وما عدا هادوك اللي متحالفين معاهم واللي حنا راه لما هضرنا على المجوس وعلى فهمتوني ولا لا، فهذاك الشيء راه واضح وباين بهم وبلا بهم. فاحنا عندنا عقائد ديالنا حقيقية، نحن ندافع على الحرية في العالم، على حقوق الانسان، ندافع على ايش؟ على الحب والسلام
والأمن والأمان. أما الشيوعيين والشيعة والكراغلة فعرفتوا شنو، فغير ما كيجيش منهم حتى شي خير، لا خير يرجى منهم. احنا مع السلم والسلام والأمن والأمان، واللي هو طريقه كحلة وما فيه خير وصافي الأمل ما بقاش، ما بقاش الأمل، صافي حبس حبس. وخا يكون خوك 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 هذا الوقت اللي يحسدك واللي يصيبك منه الضرر 10 و20 و100 مرة، خوك ولد امك وبواك واللي تشوفه كلب مكلب وسخ مسخ، فهمتي؟ وهادشي هذا كاين فينا فيكم نتوما اللي عايش هادشي هذا. انا بعدت انا عشتو بزاف كاع. خوك كتلقاه يعني كيحقد وكيحسد عليك واخا انت كتخشيها ليه في قاع فمه مثلا، ها؟ فهذا صافي كتقطع عليه وكتصافي الى مزبلة التاريخ. فخوك يعني يكون كرغولي يكون، فهمتيني ولا لا؟ ما عليناش. اذا حديث الاربعاء اليوم الاربعاء، وكنعرفوا عند الجزائر او الاعلام المسترزيق ديال الجزائر يعني المجاري، كل الاربعاء الا وضروري ما يجيبوا على انهم شدوا مغاربه، شدوا القناطر، شدوا الاطران ديال الكيف ديال الحشيش ديال ما نعرف شنو، وهادو مع المغرب او مروك فينا هما الله اعلم. الوهم غير الاشباح بحال هادوك اللي لعبوا مع السودان وخسروا ب3-0، فهمتوني ولا لا؟ هادوك اللي الاشباح. جريده البلاد شوفوا معايا الله يخليكم بعجاله، وزاره الدفاع توقيف 9 ديال العناصر وكذا دعم للجماعات الى وزاره الدفاع، حجز اكثر من 7 ديال القناطر من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وزاره الدفاع تم توقيف 63 تاجر ديال المخدرات السيمانه الفايته واللي قبل من هذا، ما كنجيب لكم كل الاربعه اشنو. وبعض المرات كيصرحوا مباشره يعني مع الحدود المغربيه وشدينا تما يعني هادي ودخلك الى اخره، زعما اجانب اللي هما كيتاجروا في داك الشيء. الى فهادشي حنا كنعرفوا على انهم كذوب، كيغيروا غير يعني النسب، 7 ديال القناطر، 7 ديال الاطنان، 3 ديال الطن ديال كذا، 2 قناطر ديال هادي. وتقريبا بعض المرات ملي كيطيحوا في شي اخطاء راه وريتها لكم داك النهار، كيجيبوا فوق الطبله نفس السلعه اللي كيجيبوا هاد السيمانه، كدوز 2-3 سيمانات هي نفس الباكيات ديال الحشيش وداك الشيء، نفس الباكيات كيحطوهم او شي اسلحه كيحطوهم وكيصوروهم، غير هو يعني المتهمين وحدين اخرين والحادثه وحده اخرى، ولكن السلعه هي هي. اذا خوتي المغاربه ما تبقاوش تسمعوا الى كل من هب ودب. غتقولوا لي لا شواقع سي الياس، انا غنقول لكم واحد الموضوع، فتحوا معايا ودنيكم وعينيكم وعقلكم مزيان، الله يجازيكم بخير. كنعرفوا كاملين الصحراء الشرقيه فهي مغربيه وهي جزء لا يتجزا من الصحراء المغربيه او من الاراضي الوطنيه، ياك واضح حتى لهنا الحدود الحقه. واخا كاين بعض الاجانب اللي كيهضروا في القضيه الوطنيه الوحده الترابيه، كيديروا انهم يعني ضد هذا مع هذا، وكاين اللي ولاو كيهضروا كانهم مغاربه. أنا السؤال كيتطرح وبقوة، واش إلا ما كانش عندهم حتى شي دخل واش غيكونوا هكاك، أو عندهم دخل مادي يعني هناك منفعة معينة؟ هذا سؤال يطرح. أنا غادي نعطيكم هنا غير هاد اللقطة وانتوما غتعطيوني الرأي ديالكم الله يخليكم. أنا هضرت لكم على هشام عبود شحال من مرة والزلقات والشطاحات ديالو، هضرت لكم على شحال من واحد بلا ما نذكر الأسماء، دابا راكم عارفينهم، بعض المسترزيقين غدا غيوليو دايرين لكم الديور والفيلات هنا والطوموبيلات وكذا، وعطاوكم غير النبوبي. المهم أنا ما نوضحش أكثر من هكا وانتوما راه فاهميني اش كنقصد. شوفوا الله يخليكم، هذا والد كبير أشنو كيقول، والدكتور نور الدين بالحداد باش غادي يرد عليه. هذا راه الدكتور نور الدين بالحداد راه تبارك الله قاري وموضوع ديالو يعني قاري وعنده الدكتوراه وهذه، شوف باش غادي يرد عليه. وانا كنعرف هناك صراع ديال الدكاتره مع بعض الاجانب، كاين اللي كيحسب هاد الاجانب مسترزقين، كاين اللي كيقولوا راه تبارك الله كيدافعوا على وحده التراب، بحال حنا زعما عجزت ارحام امهاتنا باش تولد الرجال والشباب المغاربة حتى يدافعوا عن الوحدة الترابية ويردوا أي على أي أحد ويكبحوا فرامل أي متسخ أو متسخة كيفما كان نوعه. من طبيعة الحال الإخوة ما خصكمش تصغروا تقلوا من راسكم الله يخليكم، رأي إن كان لهم لسان فلنا ألسنوا. يلا تفضلوا شوفوا معايا المقطع الله يخليكم ونخلي لكم التعليق. المغاربة قادرين أو كانوا قادرين ينشروا خريطة المغرب
في نشرة الأحوال الجوية ويضموا فيها الأراضي التاريخية اللي تنازل إليها المغرب في 1972 تنازل إليها المغرب في 1972. قلت لك راه يعانقوك وتنافقوك يسلموا عليك وتحفروا ليك. رد الحسن الثاني على غدر الجزائريين ووعد حكام موريتانيا بحسن الجوار وإحلال السلم والمسالمة معهم ونجاح في إقناع الموريتانيين. طارت طائرة حكام الجزائريين على هذا التقارب الودي المغربي الموريتاني وعقد رئيسهم مخروبة الهواري بومديان اجتماعا مع الرئيس الموريتاني المختار ودادة في مدينة ديال بشار كورون بشار بيانا عباد الله لما قاست عليها فرنسا حاليا كنشوفوا المناورة فرنسا وهدده وتوعده بالشر والهجوم عليه إن لم يقطع علاقته مع الحسن الثاني. التفت مخروبة نحو المغرب مرة أخرى وحاول الضغط على الحسن الثاني لإرغامه على الاعتراف باتفاقية 1972. هذا هو الكتب اللي قلت لكم واش بصح الحسن الثاني نازل ليهم على الصحراء الشرقية أبدا وقع اتفاقية وما تفعلات بقى لحد الآن ما تفعلات. شكرا شكرا للجميع ونتمنى تعلقوا بكثافة وبحرية علقوا وبحرية. شويشة مع عبود داك النهار فاش مشى مع هذا مع والد كبير العيون والداخلة وقال لك مؤتمر ندوة ما نعرف شنو وشنو قال هذا قال لك البوليزاريو قا 25,000 نضموهم للجيش المغربي قال لك ونديروا جيش واحد. داك النهار عاود فوجده غير هاد السيمانة اش قال لك اكثر من النص ديال وجاده قال لك جزائريين. فهي باش نكونوا شوية واضحين اما بالنسبة لي انا يقول لي شي واحد حتى انا كنشوف البعض يهاجمون بعض اصحاب القنوات اللي هي قنوات كتكون مع عند يعني مع كامل احتراماتي لهم فانا راها الحمد لله رب العالمين أسرة إلياس نيوز تي في أسرة كبيرة الحمد لله ما عنديش علاش نغير من شي واحد يا حد كاين شي واحد كيبغي يفهمها بالمقلوب ملي كنهضروا على شي حتالة شي قزم اللي كيدعي يعني كيدخل كيسترزق من ملفات باش يدير لاباس وكنهضروا عليه شي واحد يبغي يشكك فينا. راه داك التشكيك راه شفتو البارح هضرت على التشكيك ديال حميد المهداوي ولقيت شي 3 ولا 4 ديال التعاليق لا الا حامي كذا. شوف انا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10 اللي ما فاهمينش ومقلوبين يماهم التباطن وما كيعرفوش وما كيشوفوش كيفاش المؤسسات كتضرب وكيفاش كيضربوا السي الحموشي غير بالفن السي الدخيسي فلان علان بعض الرموز اللي هما رموز معترف به من طرف المغاربة على أنهم يسهرون على خدمتي وأماني وأمني هذا البلد فكيضربوهم باش في الأخير يبقى لهم غير المالك حقودين على المملكة المغربية بعض الناس أقول أنا ما كان قصدت شي واحد قصدت شي واحد. بالنسبة هضرت أنا على المهداوي على ذلك خشيان الهضرة صانعين محتوى هو الوطنية ماشي كدولي ماشي قاع لك يقول عاش المالك ماشي قاع لك يقول الله الوطن. ف نحن لا نقبل في أن يشكك فينا أي أحد واللي ما عجبوش الحال وما باغيش يفهم وما باغيش يلزم الحدود دياله والأدب دياله ما عنده ما يدير. حنا مع الأسرة ديالنا أسرة إلياس نيوز تي في حنا ما عندناش مع النفاق ومع التخربيق. إذن غادي نشوفوا الإخوة والأخوات وبعجالة ونتمنى ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو بيان ديال عضو مجلس الفيفا ولجنة الكاف التنفيذية بينيك أماجو. هذا آخر يعني ما كتب شي واحد اللي هو مسؤول على الكرة لا الإفريقية ولا الدولية وقال في التدوينة هذه يعني هادشي غير يعني قبل ساعات بصفتي عضوا في عائلة كرة القدم العالمية أشعر بالقلق من أن المغرب المدافع عن كأس الشان منع من المشاركة في نسخة 2023 من البطولة التي تقام في الجزائر. منع ماشي ما بغاش يمشي أو انسحب منع والمغرب هو المدافع على الكرة الإفريقية والعربية هو الأول في كل شيء هو رقم واحد بلا مغرب ما يمكنش شي حاجة تم وتكون عندها نكهة بحال اللي قال سي جواد بادة وكلنا جواد بادة وهذا الهجوم اللي مازال كيتعرض ليه من اللي قال مباشرة في المباراة ديال الكونغو والكاميرون اللي قال على أن أقوى المنتخبات العربية المغرب وتونس ومصر ما حاضرينش ومن اللي ما حاضرينش يعني هاد التظاهرة فهي ضعيفة جدا جدا. فألقى هجوم كبير هضرنا عليه البارح كلنا جواد بادة يجب أن نحافظ على قيم كرة القدم كما قال السيد يعني اللي ذكرنا قبل قليل السيد أماجو. إذا الإخوة والأخوات لقد أتينا على نهاية هذه الحلقة نتمنى تنال إعجاب ديالكم كنشكركم جزيل الشكر حتى الغد إن شاء الله
ونلقاكم على خير. الله يحفظكم ويبارك فيكم. اللي مريض الله يشافيه، واللي عنده شيء أزمة الله يحلها عليه. والله أحبكم في الله، وتحياتي لكم، إلى اللقاء.